ماشي. لا، وكان ناس كتير حواليا تقعد تقول لي يا ابني انت هتبقى ممثل يعني شاطر وهتبقى جامد وحاجات، منهم مثلا رحمه الله عليه استاذ محمود عبد العزيز ربنا الله يرحمه يرحمه الكل يا رب، وسامحه الله يا رب. يرحمه يا رب. كان عايزني اشتغل معاه في مسلسل باب الخلق، واعتذرت يعني خفت امثل اصلا، يعني كنت شايف ان انا ما عنديش جاهزيه ان انا امثل، اوكي. ومش حاسس ان انا اصلا موهوب، ويعني اللي هو لا طب ما حرام الفرصه دي ياخدها حد احسن مني يعني. فضلت كده لغايه سنه 2014، صديقي المخرج اكرم فريد اداني سكريبت وقال لي يعني اقراه وقول لي رايك فيه. فقلت له مسلسل حلو جدا وده، قال لي الدور الفلاني ده انا عايزك تعمله. قلت له يا راجل ده عايز ممثل جامد وصعب جدا الدور ده، لان دور فيلن وانا راجل بغني شعبي غمازات والعو ويعني حاجات في اللطافه كده. ففجاه حسيت بشغف وتوكلت على الله عملت الدور ونجح كمسرحيه الجنوب. جدا. وبعد كده بقى خلاص حسيت بمتعه يعني متعه لقاء الكاميرا في اللوكيشن، ومتعه ان انا اعيش حد غيري، يعني اعيش كاركتر حد غيري خالص بتفاصيله بلغه جسده بافكاره بعينيه، لقيتها متعه. فتوكلت على الله وكملت، والحمد لله رب العالمين الناس قبلنا زي ما احنا، والحمد لله ربنا يكملها بالستر.